وكلامنا بقى على سيمبا التنزاني. النادي الاهلي عنده مواجهه مهمه مع سيمبا التنزاني يوم الثلاث خلاص لتاكيد صدارته بقى في المجموعه الاولى بدور المجموعات بدوري ابطال افريقيا. شايف المواجهه دي ازاي؟ زي ما انت قلتي التاكيد صدارته يعني زي ما انت قلتي خلاص احنا كان عندنا تجربه كبيره قوي في كاس العالم للانديه ولعبنا مدارس كبيره قوي من اول الدحيل لغايه بالميراس. يعني قابلنا اسيا، قابلنا المانيا امريكا الجنوبيه، وبعدين قابلنا امريكا الجنوبيه اللي هي بتحمل بيرو وكولومبيا بالزبط. احد الاعضاء اللي كانوا موجودين جوه البتاع، والبرازيل وكل المنطقه اللي فاتت ليبرتادورس اللي هي بتبقى موجوده هم دول. فعملنا انجاز، الانجاز ده يصاحب مواقف، يصاحب شواهد، يصاحب امكانيات لينا احنا بقت موجوده في الملعب. لازم نستغلها، لازم نستغل جميع طرق اللعب، لازم نستغل جميع الامكانيات اللي موجوده اللعيبه بتاعتنا. انا بقى عندي النهارده ساره في نص ملعبي ثلاث لعيبه يقدر تطلعي منهم الديفندر والمكمل للعبه او ناقل الحركه وبلاي ميكر في نفس الوقت. وان كنت بتكلم او هتكلم او هبص هتكلم عن ديانج وسولية. حمدي فتحي بيمنح ديانج وسولية ان هم يبتكروا الوصول لخط 18 الخصم، البلاي ميكرز. اذا كان هلعب ب 4 3 2 1 في الحاله دي استطيع ان انا مجدي قفشه اريحه شويه على المجهود الفظيع اللي هو كان فيه الفتره اللي فاتت دي، واستغله 40 دقيقه 35 دقيقه 30 دقيقه في نهايه المباراه يديني يمسك الكوره، يديني حركه تحركاتي، يبس الروح شويه في اللعيبه انها تتحرك والاطراف تمشي، وهو يبقى بلاي ميكر زياده بجانب عمرو سولية اللي هيكون ليه مهام اخرى ثانيه اللي هو التصويبات، الدخول جوه ال 18 زي ما عودنا في النسخ اللي هي كانت بتاعت كاس العالم للانديه او المباريات اللي فاتت دي كلها. فعندنا مساحه من كل لاعب يقعد مع نفسه يفكر ايه النجاحات اللي انا كنت فيها الفتره اللي فاتت دي. ده بيواجه طبعا انك انت ماتش هتلعبي الساعه 3، فانت تبقي مجهزه نفسك بدنيا ان انت بتستلمي الماتش وتبقي انت الفعل دايما مش رد الفعل، ما تديش فرصه لاي حد بيبقى مبسوط. زي ما انا قلت اي حد بيجي يلعب النادي الاهلي بيبقى مبسوط ان هو بيلعب بطل القرن، بطل افريقيا، صاحب البرونزيه، انما انت لازم انت تبقي الفعل. هي ما بقتش ريبيتيشن، ما بقتش سمعه بس اقدر اعملها في الملعب، لا فعل واداء يعني. فكل لاعب دلوقتي بقينا في بورصه، محمود وحيد بينزل يلعب ويجري ويعمل عرضيات كتير نفس الشكل ونفس المفهوم لابد ان يكون هناك في سيمبا. خط الظهر بالنسبه لنا عوده ايمن اشرف او وجود ياسر وبنون الحقيقه شكل جميل جدا، يقدر يخش اي حد مكان محمد هاني، ومحمد هاني لو حالته البدنيه يعني تحمل فوق طاقته. فانا بشرح لك شريحه من كل مكان او كل بوزيشن في الملعب. عندنا ما شاء الله بيكهام، وعندنا اكرم توفيق مع محمد هاني جابها، حسين الشحات راجع، كهربا نفسيا بالهدف اللي جابه اكيد، بواليا